إنتاج المسلم الأمازيغي. لا تنسوا الاشتراك في قناة المسلم الأمازيغي والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. مرحبا أطفالي الأعزاء الكرام في برنامجكم حكايات عمي خالد. كنا قد تحدثنا في الحصة الماضية عن قصة أصحاب الأخدود التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ملك، وكان لهذا الملك ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: ائتني بغلام أعلمه السحر يكون لك من بعدي. فجيء له بغلام، جابوا لي الغلام. فكان هذا الغلام هذا كيمشي بين الساحر وبين الأهل ديالو، كيتأخر. يعني علاش كيتأخر؟ لأن وقع كما قلنا واحد الراهب، عجبوا الكلام ديالو، عجبوا داك الشيء اللي كيقول، فحب داك الكلام وبدا كيتأخر على الساحر وكيتأخر على الأهل ديالو. فضربه الساحر: لما تأخرت؟ وكان كيضربه أهله: لما تأخرت؟ فشكى الأمر إلى الراهب، هو يقول للراهب: إذا سألك الساحر لما تأخرت فقل حبسني أهلي، وإذا سألك أهلك لما تأخرت فقل حبسني الساحر. لأنه يجوز الكذب على الكفار خوفا من الفتنة، خوفا من الفتنة، يجوز الكذب على الكفار خوفا من الفتنة، فهمتي؟ وكذلك في الحرب يجوز الكذب في الحرب، ويجوز الكذب على للإصلاح بين اثنين، جوج مخاصمين مثلا، جوج المسلمين مخاصمين، يجوز لي انني نكذب على هذا ونقول له راه فلان قال لك سمح لي، ونمشي عند الاخر ونقول له فلان قال لك سمح لي، باش يتصالحوا. حسن جدا. ويجوز الكذب على المرأة كذلك، ان الانسان يعني يقول لها: انت اجمل وحده في العالم، انت اجمل كذا، هذا في الزواج. اذا قلنا فشكى الامر الى الراهب، فقال للراهب: اذا سالك الساحر فقل حبسني اهلي، واذا سالك اهلك فقل حبسني الساحر. فهو كذلك شاف واحد الدابه كبيره، فواحد النهار قال: اليوم غادي نعرف كل معاه الحق، واش الساحر ولا الراهب. هو يلقى واحد الحصى ويقول: اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتلي الدابه، فرماها فماتت، ماتت الدابه. فجاز الناس ودازوا الناس، فرجع عند الراهب ويقول لي: انا وقع لي وقع لي وقع لي. فقال له الراهب: اي بني، انت اليوم افضل مني، وانك ستبتلى، فإن ابتلت علي فلا تدل علي. وكان هذا الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويشاف ويداوي الناس من سائر الأدواء. كان يعالج الناس اللي فيه البرص أو اللي ما كيشوفش، كان يعالجهم هذا الطفل الصغير، واللي كيشوف واللي فيه البرص كيبرى من البرص. وهذه كرامة من الكرامات، ونحن نؤمن بالكرامات التي يؤتيها الله سبحانه وتعالى بعض عباده. هذه كرامة الله عز وجل أكرمه بهذا، أنه يكون سببا في شفاء الناس، كما يعني في معجزات سيدنا عيسى عليه السلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. سيدنا عيسى في القرآن الكريم قال لنا الله تعالى بأنه يحيي الموتى بإذن الله. كذلك من الكرامات ديال الناس ديال أولياء الله أنهم ممكن يعني يعالجوك من البارص، وأنه ممكن يكون سبب في الإنجاب ديال الإنسان المرأة اللي ما كتولد، وهكذا. هذه كرامة يؤتيها الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين، لكن بشرط أنهم يكونوا من أولياء الله، ماشي من أولياء الشيطان. لأن أولياء الشيطان كيقول لك: أنا راه كنتمشى فوق الماء، أنا راه كنطير في السماء، أنا راه كندير كذا. فلا بد أن نعرض عمله على كتاب الله وسنة رسول الله. إذا كان هذا الرجل رجلا يعني يملأ المسجد، كيعمر المسجد، قلبه معلق بالمساجد، يحب القرآن الكريم، يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر عليه الصلاح، فحينئذ نقول بأن هذا ولي من أولياء الله. أما أن يكون إنسان يعني مشعوذ وساحر وكذا، فنقول بأنه ولي من أولياء الشيطان. أحسنتم. فهذا الغلام سمع به جليس الملك اللي هو المستشار للملك، وكان هذا المستشار أعمى، فجاء بهدايا كثيرة جدا لهذا الطفل الصغير، ويقول هذاك الطفل الصغير: إنما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. أنا كنجمع لك هذا الملك كثير باش أنك تشافيني. فقال له الغلام: إني لا أشفي، وإنما الشافي هو الله. وهذا فيه ماذا؟ فيه أنه إياكم أن شي واحد يستغلكم بالمال، أو أنه يبغي يبتزكم بالمال، أو أنه يبغي يعني يغير لكم أفكاركم وعقيدتكم والدين ديالكم بالمال. إياكم أن تغتروا بالمال. أنني نعطيك المال باش تبعني، أنني نعطيك المال باش تآمن بالأفكار ديالي وإن كانت مخالفة للكتاب والسنة، أنني نعطيك المال ونديك لشي مكان من الأماكن اللي أنت ما عرفتيهاش. فبزاف ديال الأطفال الصغار تيتغروا باش بالمال وبالهدايا.
كيجيبوا لهم بعض الاشخاص يخليهم كيخرجوا من المدرسه وتيتلقاو لهم شي ناس وتيقول لهم هكا واحد الهديه اليوم وغدا ثاني واحد الهديه وهكذا الثلاث يستدرجهم باش انه يديهم شي بلاصه ويدير بهم شي ويجي لهم شي حاجه خايبه. ياك تعرفوا هاد القصص ياك. فاياكم ان شي واحد يستغلكم بالمال يعطيكم شي هديه ولا شي حاجه باش يستغلكم ويقول لكم يلاه معايا راه غنديكم ندوركم ولا يلاه كذا ويركبك معاه في السياره. هذه ما تقربوش بحال هذا النوع هذا. فقال لي هذاك بغى يخلعو بيقول لي انا راه عطيت لك بزاف ديال الهدايا انا جمعت لك انما ها هنا لك اجمع ان انت شفيتني. فذاك الطفل الصغير ما اهتم ابدا بداك المال لان الدين ديالو هو اولى من اي حاجه اخرى. فقال لي انا لا اشفي وانما الشافي هو الله. انا ما بغيتش منك حتى شي حاجه من هذا الشيء اللي جبتي لي ديال الهدايا. وان كان في مثلا لعب تيحبوا من الاطفال الصغار وان كان في مثلا ماكولات وحلوى تيحبها الاطفال الصغار داكشي كامل ما بانش لذاك الطفل الصغير. وانما قال لي انا لا اشفي وانما الشافي هو الله وانا ما كنطلبش منك الهدايا ولكن تنطلب منك واحد الحاجه اخرى. فان انت اشنو امنت بالله دعوت الله يشفيك فشفاك. دعوت الله ان يشفيك فشفاك. فان انت امنت بالله دعوت الله ان يشفي فشفاك. ندعي الله باش يشفيك ويشافيك. فانا ما تيغلبنا حتى شي واحد بالمال وما يمكنش حتى شي واحد ابدا يغرنا بالمال وما يمكنش حتى شي واحد يغير لنا يبدل لنا الدين ديالنا ويغير لنا حبنا للقران والسنه بالمال. واخا يعطينا مال الدنيا كامله ما كيهمناش وانما اللي كيهمنا حنايا هو الدين ديالنا. لذلك هو بغى يستغلني انا اللي غنستغلو. هو بغى يديني بالمال انا اللي عندي انا املك ديني واحب ديني والله عز وجل اعطاني انني نكون سبب في الشفاء. فانت اللي محتاج لي انا ما محتاج لهذا الشيء. انا بغيتك تامن لان النبي صلى الله عليه وسلم كيقول في الحديث لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. شي واحد الرجل يامن بسببك خير لك من الدنيا كلها وما فيها. فواحد الروايه قال النبي صلى الله عليه وسلم لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يعني افضل المركوبات. حمر النعم ديك الدابه اللي فيها ديك الحمريه واحد الدابه واحد النوع من الابل اللي غاليه بزاف افضل من داكشي كامل بحال اخر شي سياره. اشنا هي السياره اللي كتعجبك انت يا شي حاجه مجهده؟ اشنا هي السياره؟ شي حاجه مجهده. اشنا هي شي سياره ايمن؟ ها؟ سميتها؟ بوغاتي. اه عجيب انا ما كنعرفهاش. لامبورغيني. ها؟ لامبورغيني. اي هي سميتها زيره ما عرفتهاش انا. بوغاتي. عجيب. اسرع سياره. اسرع سياره واخا هادو احسن سياره احسن منها اشنو تكون انت سبب في هدايه شي واحد ما كيصلي ولا كيصلي احسن منه انك تكون سبب في هدايه شي واحد. واش فهمتوا ولا ما فهمتوهاش؟ هكاك. الا عطيتك دابا انت لهذيك السياره السي ايمن اللي سميتها اشنو؟ بوغاتي. الا عطيتك هذيك السياره وقلت لك اشنو اللي احسن واش نعطيك هذه السياره اولا تمشي تجيب شي واحد ما كيصلي وتجيبو للجامع اشنو غتبغي؟ يصلي في الجامع يمشي يجيب شي واحد يصلي في الجامع احسن حاجه هو هذيك. فذاك الطفل الصغير قال لي انايا احسن لي انك تامن بالله اما هذا الشيء كاع ما كنشوف فيه. فان انت امنت بالله دعوت الله فشفاك. فامن جليس الملك امن بالله فدعا الطفل الصغير الغلام قال يا ربي اشفيه فشفاه الله هو رضي البصر ديالو ولا كيشوف ولا كيشوف. اذا شكون هو الشافي؟ الله. اذا اي واحد اعمى ما كيشوفش واش ممكن انه يشوف مره اخرى؟ باذني الله. باذن الله احسنتم. شي واحد مثلا فيه البرص واش ممكن انه يتشافى؟ جواب نعم باذن من الله. باذن الله احسنتم. شي واحد مثلا عنده السرطان واش ممكن يتشافى؟ نعم ممكن. علاش؟ باذن من الله. باذن الله. شي واحد مثلا عنده السكري واش ممكن يتشافى؟ نعم. باذن الله. إذا هذا ما استفدناه في هذه الحلقة وهو أنه ما يغرناش حتى شي واحد بالمال ثم أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى وإن كانت الأمراض كلها أعجزت الأطباء فالله عز وجل هو الشافي. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذه الحلقة وبهذا الكلام وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ونلتقي في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنتاج المسلم الأمازيغي. لا تنسوا الاشتراك في قناة المسلم الأمازيغي والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.